الطفلة أنها لم تجد ما تقوله لفقدان صديقتها عبير التي قتلت بقصف صاروخي من قبل ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة مارب شرق اليمن ليلة العيد، إلا أنشود ترثا. عبير ألقاها بالمنام وكلما أصحو تموت، هل أنت عند الله؟ هل سافرت حقا للسماء؟ وهل تري أمي التي تبكي عليك دائما؟ هؤلاء الأطفال شهود على مجزرة ميليشيات الحوثي وصالح التي قتلت 8 أطفال وجرحت 16 آخرين بقصف صاروخي على حيهم وهم يلعبون في ليلة العيد. كانوا يلعبوا والعيال هنا، وبعدين سمعنا الصاروخ، وبعدين كانت هنا نصيح ونقول أيمن أيمن، شفناها كدومية. هم ذنبهم الأطفال الأبرياء، أبرياء ليس لهم أي ذنب، وبالأكيد أخواننا شهداء وإلى الجنة إن شاء الله. أولياء الأطفال الذين قتلهم صاروخ الإنقلاب لا يزال الحزن يعصر قلوبهم على الجريمة البشعة التي حدثت بحق أطفالهم. أطالبوا المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الطفولة وليس بجانب القاتل. لا لنا ذنب، يعني قتلوا أطفالنا، يعني شردونا يعني من بيوتنا، بيوت تهدمت، يعني منازلنا تدمرت، أطفالنا يعني راحوا ضحايا جريمة شنعة. رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني حضر الفعالية وقدم تعازيه لأسر الأطفال وندد بما يقوم به الانقلابيون من جرائم ضد الأطفال. منظمات المجتمع المدني أصدرت بيان استنكار وطالبت بفتح تحقيق دولي بجرائم الميليشيات ضد الأطفال في اليمن. تعيش الطفولة في اليمن أسوأ حالتها بسبب ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات وقتل وتشريد والزج بهم في جبهات القتال من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، والتي لم تنأ بالطفولة عن أتون الحرب. كل المنظمات الحقوقية والإنسانية أدانت الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الانقلابيون ضد الطفولة في اليمن، ويدعون المجتمع الدولي لوقف اعتداءاتهم. عبد الفتاح غلاب لبرنامج المشهد اليمني، مارب.